السلام عليكم يا باشمهندس إيهاب، أنا بكلمك دلوقتي من السلمية أهو من عند المركز الاختبارات. الحمد لله زي ما بشرتك يعني، وبعت لك الريبورت الحمد لله، ربنا أكرمني الحمد لله، وخدت الشهادة أخيرا الحمد لله بعد قد إيه، زي ما أنت كنت متابع معايا بعد تقريبا سنة من التوقف. طبعا أنت عارف الظروف اللي حصلت ليا والشغل طبعا والكورونا والحاجات دي، بس الحمد لله رب العالمين، يعني فضل من ربنا ونعمة، وطبعا بعد كده فضلك انت وتعبك ومجهودك معانا ومعايا ومعانا ومعانا كلنا، مع كل التيم اللي كان موجود، وتفانيك يعني واخلاصك في الماده معانا، وده الحمد لله يعني بعد فضل الله ده اللي يعني وصلنا للي احنا انجزنا المهمه يعني. الحمد لله ربنا يبارك فيك ويديك الصحه وكده يعني، دايما كده انت طبعا نجاحنا هو نجاحك، ودايما يا رب انت من نجاح ونجاح. وحابب اقول برضو لاي حد كان زي كده ومتاخر ولسه ما خلصش ولسه ما انجزش، لا يرجع ويبدا تاني، معلش هتبذل جهد شويه هترجع تحصل تاني وتراجع، والاختبارات والسيموليشنز بتاعت المهندس ايهاب ومتابعته ان شاء الله باذن الله الدنيا تتيسر ان شاء الله، وتفرحوا كلكم وكده، وعقبالكم كلكم يا رب. اللي لسه ما خدش الشهاده وكان موجود معايا في التيم يا رب باذن الله. شكرا شكرا يا باشمهندس، الله يبارك فيك يا حبيبي.